قضية غواصة دوك السياح اللي عندهم فلوس اللي بغاو يغوصوا باش يشوفوا حطام تايتانيك مشات فايرل لواحد الدرجة ما تصوروش. فراه العالم كامل كيدوي عليها، فين البارح لقاو البقايا ديالها. الغريب الموضوع الأساسي نوعا ما ديال هذا الفيديو، وكاين واحد المسلسل كرتوني سميتو ذا سيمبسونز في دوينا عليه، ديروا واحد الحلقة هذه 20 عام فيها تقريبا بالضبط داكشي اللي وقع للسياح بالغواصة. مسلسل اللي ماشي أول مرة كيتوقع ولا كيتنبأ بأحداث تهز العالم. هادشي كان نقطة أولى. من غير هادشي في الصلادات اللي كان كلشي كيقلب على الغواصة اللي كانوا فيها خمسة الناس بالحساب اللي مشيت للجهة الأخرى من الكرة الأرضية، بالضبط في المحيط الأبيض المتوسط ما بين ليبيا واليونان، غرق واحد القارب هاز 750 واحد ومازال كيقلبوا عليهم لحد الساعة. على الفرق ماشي بنفس التمويل والتجهيزات اللي كيقلبوا عليهم. بلا ما نمشيو بعيد نقعوا في بلادنا، راه حاليا مازال كيقلبوا على واحد 50 شخص خرجوا من مدينة أكادير متجهين لاس بالماس. علاش تم الاهتمام كليا بغواصة كتضم خمسة الناس ونساو 750 ونساو 50؟ ماشي عا في البحث بل حتى في الإعلام. واش حياة شي وحدين أهم من الآخرين؟ نحاولوا نتعرفوا على هادشي كامل ونكملوا الفيديو ديالنا ديال البارح، نعرفوا شنو وقع للغواصة وشنو وقع للتسويع بخمسة بالضبط. كاع هادشي غنتعرفوا عليه أكثر. المقابل حاجة وحدة، لبت لك ديك صابوني بيضاء رجع قري درتيها باش نقربوا ل 900 كا. ما نسيت نطول عليكم ونخليكم مع طب طب اللي هي احسن ابليكاسيون كتمكنك من انك تصيفط فلوس من لوروب للمغرب. عقلوا معايا، من لوروب للمغرب الا كنتي في الدول اللي غنبين لكم هنايا، اي سبانيول المان فرنسا، اغلبيه الدول اللي كيكونوا فيها التلاميذ. اوكي سو انت كاي واحد، انا نعطيكم اكزومبل هنا، صيفط للدار فلوس في دقيقه. بغيت تصيفط الفلوس لداركم لعشيرك لشي واحد يدير لك شي سيرفيس في المغرب، كتليشارجي طاب طاب، كتكونكتي على كارت بنكير ديالك، كتصيفط الفلوس كيوصلوا في البلاصه في الثانيه الكاش بلس، وكيقدر ياخذهم داك الشخص اللي مصيفطهم ليه، وما عندكش دي فري كونتر لي جازونس الاخرين. يعني كدير كلشي بتليفونك وفي البلاصه، كتبقى احسن خيار ليك. وكاين واحد لوفر دابا سبيسيال اللي هي الا خدمتي برومو كود ديالي فاروق، فاروق الراسه تكتبها تما، كيزيدوا لك 50 درهم باش تصيفطها مع المونطون ديالك. نخليكم لليان باش تريشارجيو طاطاب لتحت. ما زيدش نطول عليكم، نخليكم على الانترو ونبداو. ديكاس اي واحد مشاهد وما عندناش مال كساله، نبداو بأننا نقدموا شوية هاد المسلسل الكرتوني اللي كيتنبأ بكلشي اللي هو ذا سيمبسونز. ذا سيمبسونز مسلسل كرتوني أمريكي كيعكس الواقع المعاجد للعائلات الأمريكية، حيت أن الشخصية الرئيسية فيهم واحد العائلة. هاد المسلسل كيمتاز بالكوميديا وسيغتو الكوميديا السوداء، نوع من الكوميديا اللي مبقناش كنشوفوه مؤخرا، كلشي كيخاف لأنه يديرو. يعني داكشي اللي كيبان لك عيب وعار وكذا هما مكيحشموش بأنهم يديرو، كيدخلوا في الدين، كيدخلوا في كلشي باش يضحكوا، ما عندهم حتى شي بارير، وهادشي اللي كيخلي الناس يعجبهم المسلسل. السيري تكلات من طرف مات جرونينغ، راه هو اللي كطلع سميتو في البداية، والموسيقى ديال المسلسل مصيبه هانز زيمر اللي جد مشهور في هذا الميدان، فراه هو اللي صايب الاغاني ديال ميسيون امبوسيبل، بيراتس اوف ذا كارايب، وايرون مان، الى اخره الى اخره، بزاف مشهورين. اول حلقه ديال المسلسل شوفوا معايا لاطات تحطات نهار 17 ديسمبر من 1989، اي تقريبا هذه 34 عام. ولحد الساعه المسلسل كيحط ب 34 موسم، اي كل عام، وب 750 حلقه. مسلسل ذا سيمبسونز رغم انه في عاق 750 حلقه 34 عام، كانت كافيه باش يتنبأ بعشرات الاحداث جد مهمه هزت العالم. انا نعطيكم بعض الامثله. في التسعينات واحد الحلقه من ذا سيمبسونز غيكونوا في لندن، غيبينوا ان مورا البيج بانغ اللي هي ديك المكانه الكبيره في لندن، اشهر معلمه في اليوكي ولا في لندن، بينوا مورا واحد المبنى كبير وبوينت، باش في 2009 في الحياه الواقعيه هذا المبنى غيتبنى فعلا بنفس الطريقه وبنفس الشكل، وغيكون اطول مبنى في اليوكي. كيفاش انا حلقه في التسعينات يبنوا نفس المبنى في 2009؟ نمشيو 1993، ذا سيمبسونز غيخرجوا واحد الحلقه في واحد الكازينو فين كانوا دايرين واحد الشو ديال السيرك، فين كيبان لك واحد النمر ابيض واحد جوج اشخاص كيلعبوا به. اذا بان النمر كيطور على مرويدين ديالو اللي هما جوج وكيعضهم. اصلا هاد جوج مرويدين اسبيرين من مرويدين كاين في الحياه الواقعيه اللي عندهم نمر ابيض. الغريب واللي غيصدمكم هو انه مور 10 سنين هاد المرويدين بالنمر ديالهم البيض غيدور عليهم وغيعضهم وسط الشو باش يكون اخر شو ليهم، يعني تنبؤوا شنو غيوقع عليهم مقتبسين منه. نمشيو دابا ل 1998 وبالضبط نهار 8 نوفمبر، فين وحده من اكثر الحلقات اللي صدمت كلشي، غتطلع حلقه فين غتبان فيها 20th century fox، تحت منها غيتكتب a division of Walt Disney Company، يعني 20th century شريتها والت ديزني. ديك الساعه ما كان والو، ولكن نهار 20 مارس من 2019 والت ديزني غتشري 20th century بديل كيبلغ 70 بليون دولار. تكهنوا بواحد الحدث 20 عام قبل. في 2005 عاوتاني ذا سيمبسونز غيخرج واحد الحلقه فين كيبينوا ان كندا تم تقنين الحشيش فيها، باش مورا 13 عام اي في 2018 يتم التقنين ديال الحشيش في كندا. هادشي بلا ما ندويو على عده اختراعات اللي بينهم في الحلقات ديالهم اللي وقعوا في الحياه الواقعيه، بحال ايبود. هادشي بلا ما ندويو على شي حوايج تقدر وقعوا لك انت وتلقى المسلسل دوي عليهم، بحال مثلا الحادثه ديال الطفل رايان الله يرحمه، كانوا بينوا ان ولد العائله نيد سيمبسونز الولد الصغير طاح في بيرو وحلو باش يجبدوه، واتحدت البلده كامله
واش جبدوا الى اخره. شنو اللي وقع للطفل رايان هما حكاوه. راه ديجا درنا فيديو كامل على ذا سيمبسون بالتفاصيل وبينا كيفاش كيتنبؤوا بهذا الشيء. ندعيكم انكم تفرجوا في الفيديو. ودابا نجيو ندوي على حادث تنبؤ بالغواصه. في واحده من حلقات ذا سيمبسونز اللي خرجت هذه 20 عام، هومر غيتلاقى مع الاب ديالو اللي كان مضطر وغينزل معاه لقاع المحيط في غواصات صغار اللي فكراتنا اوشن جيت باش يقلب على واحد الكنز كان في واحد السفينه لتحت، سفينه تايتانيك حتى هي كانت غارقه لتحت. منين هبطوا لقاو الكنز وكلشي، با هز الكنز وهومر هز الكنز، ولكن ملي كانوا غاديين توضروا على بعضياتهم وهومر بدا كيقلب على با فين كاين، ما عرفوش فين كاين، بقى كيضرب الغواصه ديالو كيضرب حتى وحل ما بين الحجر، بدا كيطيح ليه الاكسجين حتى تخنق. لا جيتو تشوفوا في هذه الحلقه كتشبه بزاف حادثه الغواصه ديالنا. غواصه كتهبط من الماء بنفس الشكل، صغيره كتهبط لواحد السفينه لتحت كيوحلوا ولا ما عرفتش شنو كيوقع لهم لتحت. قبل ما نحللوا تشابه الحلقه بالحقيقه، اجيو نشوفوا نكملوا الفيديو ديالنا ديال البارح اللي كان لكم تشوفوا فيه شنو وقع لتسويب خمسة، ولا شنو العطب اللي وقع للغواصه. الباحثين غيلقاو الجزء الخلفي ديال الغواصه محطوط ولا مليوح حدا بقايا التايتانيك، قاع المحيط اي 4000 متر ولا 3800 متر تحت الماء. راه الناس اللي ما كيعرفوش راه في هذا المستوى ديال العمق ما كيبقاش الضوء، راه سهل توصل للفضاء لانك تهبط لهذا العمق. ما غيلقاوش على الجزء الخلفي بل غيلقاو حتى بقايا اخرين ديال الغواصه، وهاد البقايا بالضبط كانوا اجزاء من البريشر تشامبر اللي هي غرفه الضغط ديال الغواصه. هاد غرفه الضغط هي اللي كتخلي السفينه تغوص بلا ما تكمش بالضغط. بالتالي بما انهم لقاو البقايا ديالها فرا الله يرحم هاد خمسه الناس اللي ماتوا بسبب امبلوزيون اللي جات لهفوه ولا غلط في التصميم الهندسي اللي خلى يتخلى الضغط ويتكمش، يعني تكمشوا لداخل. لا بغيتوا تطمئنوا شويه عليهم، ماتوا موتا في جزء من الثانيه وما توهتوش، ماشي فحال غرقوا بقاو كتخنقوا. امتى وقع هذا الشيء؟ مع هبوط السفينه لتحت اي ساعتين لارو كيف ما قلنا البارح، مع انقطع الخط ديالهم على الفوق. هذه كانت هي اللحظه اللي وقعت فيها الامبلوزيون. نخلي لكم واحد اللقطه ديال شنو هي اون امبلوزيون، يعني كيفاش الضغط كيكمش الحوايج باش تعرفوا شنو وقع لهم لتحت. يعني هادشي شنو كيقول لينا؟ ان هاد الاشخاص ماتوا من النهار الاول، اي من نهار 18 جوان. دوك 4 ايام اللي كانوا كيقلبوا عليهم راه ما كانوا لا كيتخنقوا لا والو، كانوا ديجا مشاو. الا جيتي تقارن شنو وقع في الحقيقه مع شنو وقع في الحلقه ديال دي سيمبسونز كيتشابهوا شويه، مي راه مختلفه القضيه تماما. فراه في الحلقه ديال سيمبسونز هو كانت عنده غواصه وبابا كانت عنده غواصه بطب جوج، بينهم في الحقيقه كانت غواصه وحده فيها خمسه الناس، فيها داك مستر تايتانيك سي او ديال الشركه الباكستاني ولدو وداك البريطاني. في الحلقه ديال دي سيمبسونز هومر توضر هو اللي خلاه يوحل ويبدا يتخنق، بينما في الحقيقه ولا في الناس اللي مشاو يقلبوا على بقايا تايتانيك وقعت اون امبلوزيون وخطا هندسي اللي خلاهم يموتوا في اجزاء من الثانيه. ذا سيمبسونز تعتق هومر وتداوى، في الحقيقه دي الناس مشاو عند الله. ابار ذا سيمبسونز وهذه بغيتكم تلاحظوها معايا شويه، واحد البنت كانت حطات بوست في فيسبوك في 2013 حلمات بنفس هذه الحلمه هذه اللي وقعات، قالت لهم راك حلمت بشي ناس اثرياء غاصوا باش يشوفوا يستكشفوا تايتانيك اذا بهم شافوا. اش بان لكم؟ على اي نرجعوا نشوفوا علاش العالم كامل نهتم بحادثه الغواصه اللي فيها خمسه الناس وما اهتمش ب 750 شخص حتى اليونان وب 50 شخص عندنا من المغرب لاس بالماس. نشيروا القضايا بجوج بعدا. الناس اللي انطلقوا من المغرب كانوا 51 شخص انطلقوا من اكادير ولا جوه اكادير متجهين لاس بالماس اللي هي عاصمه جزر الكناري واللي محسوبه على اسبانيا بلا ما يوقع لهم حتى شي اثار. فيما يخص الناس اللي خرجوا من ليبيا كانوا 750 شخص كانوا ناويين يمشيو حتى لايطاليا باش يصوفيو ويحرقوا. اغلبيه هاد الناس الجنسيات ديالهم من مصر سوريا وباكستان، كانوا غادي للطاليان اذا بهم تبعوهم باش يشدوهم بيان سور ما يخليهمش يحرقوا. دوك يهربوا تلقاو راسهم غادي لليونان. شي ايام ولا شي سوايع موراها الباطو كيغرق كيخسر. راه ديجا خرجت صور على الباطو شحال كان فيه من واحد، تكونفيرماو ان 82 واحد مات، 100 تقريبا 100 اللي لقاوهم و500 مازال ما عارفينهمش فين كاينين، كيتنبؤوا بانهم حتى هما مشاو. لاحظتوا انت سوا في ليريل سوا في انستغرام يوتيوب يطلع لك على الغواصه ما يطلعش لك هادشي، واش حيت متعلقه بالتايتانيك واحد من اشهر الافلام والمعالم اللي تحت الماء، ولكن اسباب اخرى كأن حياة شي وحدين أهم من واحد آخرين. حيت أش من غرقوا دوك خمسة الأشخاص، حدا كندا أمريكان تحركت فرنسا بريطانيا أمريكان باش يلقاوهم بغواصات ديزيليكوبتر خسروا الملايين، بينما هاد 500 شخص اللي مازال ما عارفينهمش فين كاينين كيمشيو لهم بقوارب ولا كذا بلا ما ندوي على حنا 50 اللي مشاو من أكادير. نتمنى بعدا يتعتق كلشي علاش لنا ولا أكبر عدد ممكن ديال الناس، فراه في الآخر يقلبوا على أنهم يلقاو فرصة أحسن للعيش. نتمناو. كان معكم فاروق لايف، نتمنى يكون عجبكم الفيديو ونتلاقاو في الجاي. تهلاو. كتقول لي مي امور كنقول لها كارينيا عمري شفت شي تشيكا بحالك هكا ونيه ما كانتش انا وياك حبيبي نديرو نينيا بنادم جاري معنا فحالنا تزاد في كينيا.